Tout de suite dans Génie Story, nous partons à la découverte du cirque Shemsi. Attention, acrobatie, costumes colorés et une très belle mise en scène sont au programme. السلام عليكم، مرحبا بكم عندنا في الشابيتو ديال ليكول ناسيونال دو سيرك شمسي. حنا هنا كنتواجدوا في هذا المكان باش نقدموا واحد العرض ديال اسلي تسليت. انا سميتي عماد بعمر، دابا غادي نقول لكم مرحبا بكم وتفضلوا معنا نشوفوا شنو كاين لداخل. دابا غادي نمشيو عند امي حبيبه وهي اللي غادي تورينا اشنو كدير. امي حبيبه، فوالا دي كوستيم دو سيرك دي ابرونتي دو سيرك تاع لي كوستيم دي جون كي فون دو ماشينوا. Ça, c'est le costume de la fête parce que ce spectacle commence par une fête avec la bascule, bien sûr. Je ne veux pas montrer mon costume, je vais laisser une surprise. Vous voyez ça dans le spectacle. D'abord, je vais vous montrer le personnage qui est un personnage qui est un Snoopy ou un spectacle. Oh, je vais vous montrer. يوبي كاميرا. واه جيني. مدرسة السيرك شمسي تتمهل الناس يقدروا ياخذوا، حيت ولات دابا واحد ولات فورماسيون في لي زار دو سيرك في المغرب. هذه جديدة في المغرب، كاين ايكيبيي دو باغيير سا دور 6 موا 6 شهور، وكاينه غارسون دو بيس سا دور 1 نو، وكاين ديبلوم تاع ارتيست دو سيرك انيماتور داتوليي سا دور 3 ان، ارتيست دو سيرك انتربريت سا دور 3 ان حتى هي. علاش؟ حيت الفورماسيون دي مهدات كاع الناس اللي ما عندهمش كاع نيفو سكولير، يقدر يبدا من كارسون دو بيس حتى الارتيست دو سيرك انتربريت. في الكاستينغ تاع الغوكروتمون ليكول خص يكون عندك لاج ما بين 15 ans حتى 26 ans، وتكون عندك سي سبيسياليتي في السيرك ولا سبيسياليتي سبورتيف ولا تكون عندك كونديسيون فيزيك. قصة إسلي وتسليت هي قصة حب، بحال تقدر تقول غوميو وجيليات ديال الشلوحة عندنا في المغرب. إسلي وتسليت قصة هي أسطورة قديمة، أسطورة تاع البرابرة، وشديناها حنايا مع جواد السوناني. حنا لي زابخونتي، حنا التلاميذ تاع مدرسة السيرك مساعدة جواد السوناني اللي هو ميتر أون سين في التياتر، وخدمنا بغينا نديروها أون فورما دو سيرك، une histoire d'amour en format de cirque. وهاد القصه كتهضر على كيفاش المجتمع كيحكم على جوج كيحبوا بعضياتهم. انا نمشيو نشوفو وحدين اخرين كاينين في سبيكتاكل، تبعني. ايه لا لا ايه اوكي سكيزو. نقدم لكم اسم عماد مخلوفي سكيزو. يا عمر، انا بيرسوناج ديالي في السبيكتاكل تلعب واحد الدور بحلاس، وسبيسياليتي ديالي الماشينوا. انا في الرول ديال في السبيكتاكل هو اسلي. انا اسلي هو واحد الشخص اللي كيبغي تسليت، اللي جاي من واحد البلد بعيد بزاف، والعائق الوحيد اللي عندي في القصه هو الفقيه. انا هو الفقي، انا هو تنقولوا واحد المراه او الصوره اللي كتعكس الناس اللي تيتاخذوا من الدين او من السلطه بحال مثلا اداه باش يستغلوا الناس ويوجهوهم في واحد الطريق اللي هو غلط. يعني هو واحد السبيكتاكل اللي هو شويه فريمون انا كنحترمه بزاف، لان الهدف ديال هذا السبيكتاكل هذا هو انه كيوضح وكيوعي وكيعطي واحد الصوره حقيقيه على المجتمع ديالنا، على الناس اللي تخدموا في النوار. انا جو سوي فيير دو سو سبيكتاكل. اما واحد جوج ديال الفنانه عندنا هنايا في السيرك مهمين صراحه، واخا كلشي يعني مهم الا هما تما عندهم واحد الدور مهم في السبيكتاكل. تنقدم لكم هجر، تنقدم لكم فهد، هما غايشرحوا لكم شنو كيديروا. ابلوس. انا بورتور وهاجر فولتيجوس. انا الدور ديالي في هذا العرض هو واحد من الاتباع ديال الفقيه، تنتبع الافكار ديالو
الفقيه كيفاش يستغل الدين لمصالح ديالو الشخصيه. انا واحد من هادوك اللي تنتبع الفقيه وتنتبع الافكار ديالو، وما يمكنش نتبع شي فكره واحده اخرى حقاش نامن بالدين ديالي. والفقيه هو اول واحد اللي تتقدر تدير فيه الثقه وكلشي، وهذاك الفقيه من تيستغل هذيك الدين وكيفاش يستغلو في المجتمع باش يقضي المصالح ديالو. الدور ديال هاجر متعلقه بواحد الولد صغير اللي هي تتبغيه، وكيفاش الفقيه تيحاول يمنعهم ويحاول يقتل هذيك العلاقه اللي بيناتهم. فوالا سي سفيان. Son personnage est vraiment mystérieux. J'arrive pas à le comprendre. Ou le casting باش تدخل ديال المدرسه كاين في جوان. في جوان سا دور اون سيمين و كاع لي انتريسي بغا يدخل مدرسه السيرك وكيعجبو السيرك وبغا يولي فنان السيرك مرحبا به.